أحد الغربيين يقول: أعرف أناساً بلغوا في حياتهم أبعد مما يريدون، لا لشيء إلا لأنهم لاحظ وجدوا في طريقهم من كان يؤمن بذلك. وش فائدة هذا الكلام؟ اسمع واسمعي أنت كمان. بعض الآباء والأمهات هو المثبط الأول والمكسر الأوحد إن لم يكن الأبرز لهذا الطفل أو لهذه الطفلة. أيوة، يعني بتطلع لي دكتور يعني يلا ما معك سالفة يا رجال، والله تانيتك أصلا أنت من يوم خلقتي وأنت فاشلة، والله ما تعرفين تسوين شيء ولا عمرك صلحتي. ومن هذه الكلمات والإيحاءات القاتلة السامة التي من شأنها جعل هذا الطفل أو الطفلة مثبط مكسر مبرمج على أنه لا يستطيع أن يفعل شيء فلا يفعل شيء. كن مفتاح خير لابنك أو لطفلتك. ايوه يا ولدي، كفو، ذيبان تعجبني، انا افدى ولدي. ايوه ذيبان. والله العظيم يا اخواني اني اتذكر كلمات كان يقولها جدي الله يرحمه لي، انا ما وصلت 4-5 سنوات. المعلومية انا اتذكر اشياء وانا صغير جدا، وهذه تصير عند بعض الناس، لكن صرت كبير شوي عمر 4 سنوات اتذكر كان يقول لي: ايوه يا بصر يده جده، يا بصر جده، يا عيوني، يعني يا عيوني. وكانت هذه الكلمات لو جاء واحد منها قال: يا رأى هذا الطفل اشترى ويدي ذي الله يرحمه مات عمره تقريبا 130 سنة. ولكن أقسم بالله أنها كانت تسجل وتنحت في الذاكرة نحتا لا تتخيل ولا تتوقع أن الطفل الصغير هذا ما يدري ايش أنت تقول له. ترى الطفل من يومه في بطن أمه ويتأثر بما حوله، وترى 90% من شخصيته يبنى وهو باقي تحت 6 سنين. فإن رأى أحدكم ابنه ولا بنته فاشلة لا قدر الله فاعلم أنه زرع أنت أو أنت زرعته، ودام أننا باقي في بر الأمان فأحسنوا الزرع. واعلم واعلمي أن تحطيمكم لابنكم هذا أو لبنتكم هو من مغلاق الخير، ولا تكونوا إذا من مغاليق الخير. واعلموا أن هذا عبارة لعضو في المجتمع، فبه إما يبنى أو يهدم،